دكتور إيهاب عطية، أستاذ أمراض القلب جامعة عين شمس. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا دكتور. ممكن حضرتك تنبهنا أكتر عن ارتفاع نسبة الكوليسترول الوراثية؟ عندنا موضوع مهم اللي هو ارتفاع نسبة الكوليسترول الوراثية. دي بتبقى متحكم فيها جينات المريض ورثها، يا إما من والده أو والدته، ولو حظه سيء جدا بيبقى ورثها من الاثنين، ودول بيبقوا حالاتهم نادرة جدا لأن بيبقى ارتفاعات فلكية في الكوليسترول وعلاجهم بيبقى صعب جدا. إنما الغالبية بتبقى ورثه عن طريق يا إما والدته أو والده، ودول نسبة الكوليسترول الضار اللي هو منخفض الكثافة بتبقى أكتر من 180، وتتشخص حتى من سن 11 سنة لو اتعمل له تحليل. لأن لو هو عالجناه من السن دي فاحنا بنمنع أن يجيله أزمات قلبية أو جلطات في شرايين المخ في سن 40 وثلاثينات مبكرة. فدول محتاجين نشخصهم ونقدر نعرف من تاريخه الوراثي، هل عنده والده، أخوه، ولاد عمه، ولاد خاله لو هو خدها من ناحية الوالدة، هل حد فيهم جاله أزمات قلبية في سن مبكرة؟ يعني أقل من 55 سنة بالنسبة للرجال وأقل من 65 سنة بالنسبة للسيدات. وإذا كان كده نبتدي إن احنا نجيب الناس دي قرايبهم نحللهم كعيلة بحيث نعمل وقاية لهم. أما الشخص اللي احنا تأكدنا إنه ورث ارتفاع الكوليسترول الوراثي فده له أدوية محددة، إنما ما بندهوش أي دواء لعلاج الكوليسترول وتضيع وقت إن أنا أقول له نظم أكلك ويعمل هتوصل لنتيجة. لا، نظم أكلك هتساعدنا 20% بس مش هتساعدنا 80%. لابد هتاخد دواء فعال، والأدوية بتتدرج بدءا من الأقراص إلى الأدوية الجديدة اللي ظهرت اللي هي بتتاخد عن طريق الحقن كل أسبوعين اللي هي بتنزل الكوليسترول 60% للناس اللي زي كده. ما لم نعمل كده فالناس دي هيجي لها أزمات قلبية متكررة. وبعدين هو في النهاية المريض بيتعجب، أنا خدت علاج، الدكتورة داني عملت اللي عليا، بطلت تدخين، زبطت الضغط، عالجت السكر، خدت الدواء اللي قال لي عليه الدكتور، وجالي أزمة قلبية مرة تانية بعدها بسنة. طب إيه الغلط؟ الغلط إن أنا ما نزلتوش للرقم اللي مطلوب عالميا. أنا لازم أفضل وراء هذا المريض بالأدوية لحد ما يوصل أقل من رقم معين. دكاترة كلهم دلوقتي عارفين، فما فيش عذر لعلاج المرضى. فالمرضى دول مهمين جدا، ما بيتعالجوش كما ينبغي، والمريض للأسف ما بيروحش ينبه أسرته. احنا بنقول له او على الاقل بننبهه، من فضلك قول لاخواتك، قول لقرايبك، يحللوا تحليل مره واحده، يا عندي يا ما عنديش. لو عنده هنعالجه من سن صغيره بحيث اما يكبر ما يجيلوش ازمات قلبيه. فده طبعا موضوع مهم، وارجو ان المعلومه توصل ان اللي عنده كوليسترول عالي جدا، مستوى الكوليسترول منخفض الكثافه اكتر من 180، ده لازم يشوف حل لعلاج مظبوط ويبلغ. طيب احنا سمعنا عن السنة دي تناقش في كارديو أليكس نوع جديد من المحاضرات اللي هو انواع الادوية الاوريجينال والنوت اوريجينال، فممكن حضرتك تكلم بالظبط ده. يعني احنا اول مرة نناقشه ان احنا بنواجه ظاهرة انتشار ادوية غير معلومة المصدر في السوق الدوائي. وحضرتك عارفة ان في ادوية اللي هي اللي جاية من الشركة المكتشفة الدواء، شركة أصلية لمكتشفة، وهي اللي عملت أبحاث وأنتجته وعملت دراسات على آلاف المرضى ورت إن العقار آمن وفعال. ودي بتتقدم أوراق للجهات المتحكمة في تنظيم دخول الدواء في دول زي الولايات المتحدة وأوروبا، فمفروض بيتحكموا مين الدواء اللي ينزل ومين ما ينزلش، وبيديله حقوق ملكية. حقوق ملكية دي تمنع ان اي حد يقلد الدواء ده 10 سنين. للاسف ما عندناش احنا القصه دي، فبتيجي بعض الجهات تقوم تاخد اي دواء وينقوا الماده الفعاله ويحطها في قرص ويحط جنبها مواد غير فعاله، لان كل دواء محتاج مواد غير فعاله بتساعد على امتصاص الدواء وفعاليته وتقبل المريض له. فهو بيبقى غير مجبر يحط المواد بالظبط زي الدواء الاساسي، فدي ممكن تؤدي الى ان يحصل مناعه عند المريض وان يحصل اثار جانبيه. فاحنا بننبه ان لما نيجي نستعمل ادويه زي دي، في ادويه اللي هي بتاخد تصريح
من جهات مراقبة تصنيع الدواء، بحيث ان الدواء بتاعهم بيتحلل مفروض انه يتجرب على مرضى بعدد مقبول ويأكد سلامته وفعاليته. دكتور احنا نعرفها ازاي هنا خلاص؟ المريض العادي يعرفها ازاي؟ المريض العادي هيعرف ازاي؟ هو دي وظيفة الطبيب. المريض والصيدلي مفروض. لان احنا بنهاجم ان بيقول لك ان لا ده الاطباء عايزين يكتبوا الادويه الغاليه. احنا كلنا عايزين نخفض التكلفه للمرضى، خاصه في الظروف اللي احنا فيها. ودايما المريض زي عامل هشبهها لحضرتك زي الراكب اللي بيركب طياره تذكره الطيران غاليه ويتهم الطيار ان هو المسؤول عن غلو التذكره. فالمريض كذلك بيتهم الطبيب، بينما دي مش مشكله الطبيب. الطبيب عايز يديلك العقار الفعال الامن اللي هو متاكد عن طريق الدراسات في العالم كله ان ده هيعمل الوظيفه اللي المفروض يعملها من غير ما يضرك. انما لو انا بدور على حاجه سعر رخيص وما عنديش اي معلومات كافيه عنها، فانا ايش عرفني ان هذا المريض لن يضر؟ وللاسف دول منتشرين جدا في مصر. فهي دي وظيفه ان يبقى موجود جهه رقابيه تاخد الادويه دي، تحدد لازم يكون في قواعد صارمه لفعاليه وكذلك اثار الجانبيه وايه اللي موجود جواها. انا هدي حضرتك مثال في احد ادويه من غير ذكر اسماء معروف جدا، نزل له شبيه، هنقول شبيه لان ده الاسم شبيه، المفروض فيه 11 ماده في الدواء ده، فحللوا الدوايين لقوا 5 من المواد دي تشابه الدواء الاصلي و6 حاجات مختلفه تماما. الشركة التانية قررت انها تحطها عشان تعمل هذا الدواء. وفي ادوية بتاخد جوائز نوبل عشان تتعمل، يعني في دواء طريقة تصنيعه كيميائيا اللي صنعوها 3 اساتذة خدوا جائزة نوبل في 2010 عشان يقدروا كيميائيا يجمعوا اكتر من مادة في قرص. حضرتك عارف عندنا ادوية فيها 3 مواد في قرص واحد، دي مش سهلة، دي بيقعدوا سنين عشان يعملوها. بينما بنيجي نلاقي عندنا حاجات هنا شبيهة طلعت قبل ما الدواء الاصلي ينزل، والناس دي الشركات دي بتستغرب ازاي عملتوها، ازاي ده احنا اللي عملوها خدوا جائزه نوبل. احنا بنلاقيها نزلت عندنا في السوق مجرد حط 1 2 3 مش عرفنا دي صناعتها ايه اللي فيها، فعاليتها، مشاكلها على المدى البعيد. فالنقط دي كنا بننبه لها الاطباء. طبعا المريض يسال الدكتور اللي انا باخده ده ايه يعني فيها. وبطمن حضرتك ان الادويه دي لما بيعدي حقوق الملكيه نفس الشركات الاصليه بتنزل منها نسخه ارخص بنفس النوعيه ونفس الكفاءه، والسعر بيبقى مثلا 30% منها. فده بيتعمل، دي بتبقى حاجه انا ضامنها، لان الشركات كلها دلوقتي عالميا عرفوا ان احنا لا مش هنبيع الادويه الغاليه بس، متى الحقوق الملكية احنا نفسنا عارفين ازاي بنعمله بالطريقة دي هنعمل منه النسخة اللي هي بالضبط مطابقة له بس بسعر ارخص. فاحنا بننبه الناس ان خلي بالكم انت بتعمل ايه المريضة. شكرا لحضرتك، متشكر جدا، شكرا.